السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بدأنا طبعا نعد الأيام عشان نستقبل شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان. وطبعا شفنا معاكم الأيام اللي فاتت حلقات العمرة وموسمنا الجديد للعمرات، وكانت قد إيه رحلة بجد جميلة وكلها روحانيات وفرحة للأمهات وكل الحالات الإنسانية وحالات رمضان اللي طلعوا معانا العمرة. الحمد لله إحنا دلوقتي خلاص بنجهز للعمرات اللي جاية إن شاء الله لرمضان الجديد، وهتبقى معانا إن شاء الله 30 عمرة في شهر رمضان من خلال برنامجنا النهاردة. هنحاول نفرح بيها كل قلوب الناس المحتاجة. هنبدأ حلقتنا النهاردة مشاهدينا، ونبدأ كده أول فقرة من حلقتنا وحاجة بتزود الطاقة الإيجابية، وهي الأحجار الكريمة، ونشوف إزاي ممكن نستفيد من الأحجار الكريمة دي مع ضيفتنا فاتن سعد الله خبيرة طاقة الأحجار الكريمة. أهلا بك يا حبيبتي. أهلا يا أهلا يا فاتن. طبعا الموضوع ده بتاع العلاج أو الطاقة وعلاقتها بالأحجار الكريمة هي يعني مش معروفة قوي عند الناس كتير. أوكي، أول حاجة هو ما هوش علاج، هو استشفاء بطاقة الأحجار الكريمة. في فرق كبير جدا ما بين الاستشفاء والعلاج. العلاج دي حاجة خارجية برا جسم الإنسان، أنت بتديها له علشان تشتغل على جزء في مشكلة، وان هو تقتل الفيروس او تشتغل على الفيروس نفسه او المشكله نفسها ان هي تقضي عليها. لكن الاستشفاء بتحفز الطاقه الداخليه اللي جوه الجسم انها تشتغل بشكل ايجابي. فكل حاجه في الدنيا ليها طاقه بما فيها الاحجار الكريمه. الاحجار الكريمه ليها طاقه، كل الحضارات في العالم استخدموا الاحجار الكريمه والطاقه بتاعتها في الاستشفاء وفي الحمايه. عندنا فراعنة، عندنا إغريق، عندنا النيتف أمريكان، عندنا الهنود واليابانيين والصينيين استخدموا الأحجار إذا كان في الاستشفاء لجسمهم أو للحماية أو تغيير طاقة الأماكن بوضعها في البيوت أو وضعها في المكان بتاع الشغل علشان يستفيدوا من الطاقة بتاعتها. واحنا بقى يعني ما ينفعش نبقى احنا احفاد الفراعنه وهم يكونوا مكتشفين حاجه زي كده واستعملوها واستفادوا منها واحنا ما نستفدش منها. طبعا هو ده اهم حاجه، ان احنا حتى لحد دلوقتي في البلاد اللي بره القاهره، محافظات اللي بره القاهره والجيزه والمحافظات الكبرى، هتلاقي انه لسه الناس بالفطره بتستخدم الكالتشر او الحضاره بتاعتنا اللي توارثوها، بس للاسف بيستخدموها من غير ما يعرفوا المعلومات اللي هي الصح بتاعتها. فتلاقي واحده هتولد يروحوا يجيبوا لها عقد كهرمان او سبحه كهرمان تلبسه علشان تساعد لا علشان الكهرمان الفوائد بتاعته الحقيقه ان هو بيقلل النزيف، بيمنع الاكتئاب، وبيقلل الاحساس بالالم. اوكي، فده من الحاجات. يلاقي واحده مثلا هم بيعملوها بتلقائيه مش فاهمين التفصيله العلميه، هم توارثوا المعلومه، توارثوا المعلومه ان هي هتسهل لها الولاده بس كده. تمام، بقول لك الست اللي هتولد تلبس كهرمان على طول، الست اللي هترضع تلبس خاتم ياقوت في ايدها الشمال. اشمعنى يا عم في ايدها الشمال؟ ليه مش اليمين؟ ما حدش بيبقى عارف، بس الابحاث والدراسات يعني اللي عملوها على الاحجار قالوا انه احنا بنستقبل الطاقه من ايدنا الشمال وبنرسل طاقه بايدنا اليمين. فعشان كده لما تيجي تبقي عايزه تاخدي طاقه، تستقبلي طاقه، تلبسي الحجر في ايدك الشمال. عايزه تدي طاقه تديها بايدك اليمين. تلبسي الحاجات اذا كانت بقى جولري هتلبسيها خاتم، هتلبسيها سبحه، هتلبسيها غويشه، الكلام عقد، يعني البوزيشنز بتاعتها ومكانها في الجسم هو ده اللي بيأثر على الموضوع. يعني انا مثلا الاحجار بتاعتي لابساها في اليمين المفروض البسها في الشمال؟ انت غالبا تيمنوا. انا لبستها في اليمين كده من غير تفكير علميا. ايه بقى علميا عشان استفيد من الاحجار دي اعمل ايه؟ بصي، انت لابسه عقيق اخضر، والعقيق الاخضر ده بيساعد على انك تفتحي قلبك وتتقبلي الناس اللي حواليك. اوكي، فصح جدا ان انت لابساه في ايدك اليمين. طيب كويس. اوكي، لكن العقيق البني والمونستون المفروض يتلبسوا في الشمال، لانه ده انت محتاجه تستقبلي طاقه تخليكي تتقبلي التغيير اللي بيحصل حواليكي. حالا هفصلهم عن بعض كده. هم الثلاث اخوات كانوا جنب بعض. بصي، هي نظريات كمان بتقول ايه، انه لو لبستي اتنين يمين واتنين شمال انت بتستقبلي طاقه
متوازنة. يعني المفروض ابقى اجيب واحدة لدي؟ ممكن نزود واحدة على اليمين والبسي الاثنين دول في الشمال. ودول بيظبطوا الطاقة الاحجار دول بيشتغلوا على مسار الطاقة. دي حجر القمر؟ حجر القمر الابيض مونستون والعقيق البني. العقيق بيفك الضيق، وده هتلاقي اغلب الناس بتقول محتاجينه ده. الرسول عليه الصلاه والسلام قال تختموا بالعقيق. حبيبي عليه الصلاه والسلام فتختموا بالعقيق، لانه احنا فعلا محتاجين نلبس عقيق في حياتنا. هو ده من اكتر من الاحجار اللي بتشتغل على كل مسارات الطاقه في الجسم، وبيخليكي تتقبلي التغيير اللي بيحصل حواليكي بسهوله. طيب دلوقتي انا شايفه ان انت جايبه برضو احجار كبيره غير الحاجات اللي احنا بنلبسها، وانت برضو لابسه حاجات وانا لابسه حاجات. طيب دي حاجات بتاثر مباشره فيا مثلا عشان انا هي ملامسه جسمي طبعا، لكن في حاجات انت جايباها تتحط بقى في البيت تقريبا ديكورات؟ حاجات تتحط في البيت او تتحط في اماكن الشغل بتاعنا. اوكي، يعني احنا كل البيوت، انا بنصح الناس كلها ان كل البيوت يتحط فيها الاماتيست اللي هو الموف اللي محطوط هناك، او ده يعني حاجه كده او كده، لانه الاماتيست من الحجار اللي بتعمل بروتكشن، تعمل حمايه، وفي نفس الوقت بتاخد تمتص الطاقه السلبيه. هو الموف ده؟ الموف ده، الموف ده أو ده. انا جايبه منه شكلين علشان يبقى واضح للناس. الاماتيست من الاحجار اللي بتاخد الطاقه السلبيه اللي موجوده في الاماكن وتحولها لطاقه ايجابيه. وده حاجه مفيده جدا، ان احنا نبقى المكان اللي احنا قاعدين فيه في البيت زي الليفنج روم او زي الريسبشن، داخل عليكي ناس كتيرة وطالع من عندك ناس كتيرة، لازم يبقى الطاقة متجددة. أوكي، فالأماتيست من الأحجار اللي بتعمل كده. نفس الحكاية في أوض النوم، الأماتيست ممكن نحط حاجة أصغر شوية زي كده مثلا. ده حجر أماتيست وكورة، يعني سهل قوي أنه يتحط على الكوماد أو على ترابيزة صغيرة في البيت. الأماتيست من الحاجات اللي الناس لو بيجيلك كوابيس، لو مش بتعرفي تنامي كويس، تتحط جنب السرير على طول ناحية الرأس. بتقلل الكوابيس وبتخليكي تنامي كويس كده. عشان بتعمل ايه؟ بتاخد الطاقة، بتسحب الطاقة السلبية في المكان. بالظبط كده. أوكي، طب هي لما مثلا الحجر انا مثلا حطيت ده عندي مثلا في البيت، فسحب الطاقه السلبيه اللي في الموجوده في المكان، هو بقى هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل ازاي؟ بصي يا ستي، ليه بقول اماتيست؟ لان الاماتيست من الاحجار اللي انت مش محتاجه ان انت تشحنيها او تنظفيها. هو بيجدد نفسه وبيشحن نفسه وبينظف نفسه على طول. الاماتيست من الاحجار اللي انا مش مهتمه قوي ان الناس كل اسبوعين اغسلها بميه وحطها في الشمس، او اغسلها بميه وحطها في القمر خالص. وساعات بنسمع الاحجار المفروض بتتغسل بميه وملح. كل الاحجار لا، ميه بس. ميه بس، مش ميه وملح. ميه بس. بلاش الملح، لانه الملح ده احنا بنستخدمه مع الاحجار اللي احنا مش بنحط عليها ميه، زي الملكايت. حجر الملكايت مش المفروض ان هو تغسليه بميه، لو غسلتيه بميه بيروح الطاقه بتاعته، كانك قتلتيه. ده كل حاجه ليها ليها تفاصيلها. طيب هنعرف منك اكتر يا فاتن، لكن مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. معاكم مشاهدينا مره تانية على الهواء مباشره، بنرحب طبعا مره تانية بضيفتنا فاتن سعد الله، خبيره طاقه الاحجار الكريمه. فاتن، عايزه اقول لك كده ان في حطينا النهارده سؤال على صفحتنا على الفيسبوك، انه انتوا تعرفوا ايه عن موضوع علاقه الطاقه بالاحجار الكريمه. اغلب المشاهدين كاتبين ان هم ما يعرفوش وعايزين يعرفوا يعني منك. وفي بيقولوا ايوه، مثلا زي ريهام بتقول ان نعرف الاحجار الكريمه فعلا بتساعد على العلاج عشان بتدي الطاقه الايجابيه لجسم الانسان. في كتير قوي بيقولوا ما نعرفش. دينا بتقول عندي معلومات بسيطه عنها، بس انا عندي سبحه كهرمان ولما بمسكها برتاح نفسيا. نشوه بتقول اعرف ان في احجار بتعمل هاله حوالين الجسم عشان تبعد الطاقه السلبيه وتحولها لطاقه ايجابيه. واغلبهم الحقيقه قالوا هنتفرج على الحلقه عشان نعرف نجيب احجار ايه. تمام، احنا معانا تليفون بس وقتنا قليل، هناخد ياسمين. وياسمين نستاذنك تسالي سؤالك سريع. انا حبيبتي اتفضلي.
السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي. معلش انا بس كنت عايزه اسال سؤالين بس للاستاذه خبيره الاحجار. انا عايزه اعرف بس وانا بشتري الحجر الكريم يعني اعرف ازاي اذا كان مخشوش مثلا ولا اذا كان اصلي. صح. او الاسعار بتاعته ايه مثلا عشان لما اجي اشتريه ما حدش يضحك عليا مثلا. تمام. وكنت عايزه اعرف الاحجار اللي هي مثلا بتمنع الحسد او اللي هي بتدخل السرور والفرحه يعني لا يعني لو لبستها مثلا في عقده ولا حاجه اكون مرتاحه. تمام. وايه الحاجه اللي بتمنع الحسد يعني؟ ماشي يا حبيبه قلبي. اوكي، ياسمين سالت كل الاسئله في سؤال. اه بالظبط كده. اول حاجه ياسمين لما تيجي تشتري الحجر، الحجر الكريم بيبقى باين من وزنه. اوكي، الوزن بتاعه بيبقى تقيل شويتين الا حجر واحد اللي هو الكهرمان. الكهرمان كل ما خف في كل مكان حجر اصل، اي احجار تانية وزنها لازم تبقى. تاني حاجه، في تيست بنعمله للاحجار انه خدي معاكي كلينكس ابيض، اي منديل ابيض بليه شويه ميه وحطي عليه الحجر. لو الحجر نزل لون على الورقه البيضاء او المنديل الابيض دوت، اعرفي انه الحجر ده متصحح لونه بالليزر او مصحح لونه او مسبوغ. اوكي، فما تشتريهوش يعني، يفضل انك بتشتريهم. لو الحجر ما نزلش اللون بس في مثلا احجار لو ما تبلتش زي اللابيس لازولي اللي هو ده. اوكي، لو قعدتي كحتيه كده شويه الازرق ده هتلاقيه طلع لون، ده مش محتاج ما اعرفي انه الحجر ده اصلي. بس الازرق ده. كل الاحجار في الدنيا لونها بيغير مع اللبس. ليه؟ لان هي بتديكي طاقه وبتسحب منك طاقه. فلما تيجي تلبسيها بعد شويه تلاقيها لونها افتح او غمق. يعني الناس السنسيتيف شويتين حساسين، الحساسين لما بيجوا يلبسوا حجر عقيق بالذات خواتم عقيق وتكون ملاصقه للايد، هتلاقيهم في نص الشهر الهجري لون الحجر اتغير. لو هم مبسوطين هتلاقوه افتح، لو هم متضايقين هتلاقوه غمق، ده امتص منه طاقه سلبيه. اوكي، الحاجه الثانيه الحجر اللي بيجيب سعاده، كل احجار بتعمل حمايه، كل احجار، لكن الحجر اللي هو بيحمي من الحسد الجيد الاخضر اللي هو موجود في الطبق ده اللي هو ده. الجيد الاخضر ده من اكتر، ده اكتر حجر بيحمي من الحسد الاخضر. الحجر اللي بيجيب بيدخل فرحه وسرور وسعاده السيترين الاصفر. اوكي، وموجود منه، بيبقى موجود منه كذا شكل اذا كان كده او كده الكبير. يعني هو الكبير ده الخام بتاعه. وده طبعا معمول بولشنج يعني. اوكي، وفي الاصفر التاني، الاصفر ده كهرمان. بصي لو مسكتي دي، انا بقول لك الكهرمان كل ما خف خفيفة. كل ما عرفتي ان هو حجر طبيعي واصلي يعني. خفيفه بالظبط كده. لو مسكتي السترين مثلا فرق نسبه وتناسب يعني بين الحجمين. طبعا ده تقيل، ده تقيل بالظبط، ده تقيل وده خفيف بالظبط كده. تمام. وبقيت انت قلتي الكهرمان بيعمل ايه؟ بيمنع الاكتئاب وبيقلل الاحساس بالالم وبيقلل النزيف. تمام. والازرق، الازرق اللابيس لازولي ده بقى بتاع الحكمه. فدايما لما حد يبقى عنده شغل محتاج ياخد قرارات، يحتاج يعمل يخطط لمستقبله، داخل على مشروع جديد، يلبس لابيس لازولي. وقولي لي بقى الروز كوارتز ده الحجر بتاع كل الستات يعني. لازم كل الستات يبقى عندها اي حاجه روز كوارتز، لان الروز كوارتز ده مهم جدا. ده موجود كمان منه الكول. لانه ده بيقلل ظهور التجاعيد في البشره. رائع ده. رائع طبعا. ده ممكن تحطيه في شفشق ميه، شفشق ازاز. اوكي، وكل يوم الصبح يعني فضي منه كوبايه واغسلي بيه وشك. هتلاقي الفرق بقى فظيع، وشك بقى منور. مش يتشرب يتغسل؟ لا لا، ما بيتشرب. طيب. يتشربش؟ لا، كل الوصفات شرب. اخر واحد الاورانج ده. الاورانج ده حجر اسمه سيلينايت. السيلينايت ده موجود في كل الكريمات اللي في الدنيا، موجود في كل الفايبر اوبتكس. هو بيوصل انرجي بمنتهى السهوله والسلاسه. لما بيبقى لونه اورنج كده وبيبقى بالشكل دوت، بنديه للناس اللي ما بيعرفوش يناموا وقت الفول مون، وقت اكتمال القمر، وقت الشهر نص الشهر الهجري. الاكتئاب اللي بيجي في مع القمر بيخليهم يناموا كويس قوي. السيلينايت ده الطاقه اللي بتبقى طالعه منه بتنتشر في المكان وبتقتل النيجاتيف انرجي، مش بتمتصها، لا بتقضي عليه. هايل. فاتن معلومات جميلة.
استفدنا، ولسه ان شاء الله لازم يكون لينا لقاءات تانية كتيرة معاكي علشان نعرف اكتر ونظبط طاقتنا عن طريق الاحجار. بشكرك يا فادي. ميرسي. مشاهدينا لسه عندنا فقرات في برنامجنا، خليكم معانا بعد الفاصل. النهارده كده مع بعض ونشوف كل يوم تقرير، هيكون عندنا تقرير يومي عن عمرات الامهات والحالات الانسانيه وحالات رمضان في برنامجنا النهارده، وهنشوف قد ايه فرحتهم ازاي كانت وقت لما عرفوا العمره وفازوا بالعمره، وفرحه كبيره طبعا بعد كده كمان لما سافروا معانا العمره وحققوا امنيتهم اللي كانوا بيحلموا بيها طول عمرهم، وهي طبعا العمره وزياره الكعبه البيت الحرام وزياره المدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف أول تقرير في تقاريرنا النهاردة مع بعض، وكان مع حالة صحبة خير في اسكندرية. نشوف التقرير، ويومين إن شاء الله يكون عندنا تقرير، وربنا ما يحرم حد أبدا من فرحة العمرة. عمل خير بدأ من على جروب صحبة خير، عندما أرسل أحد الشباب من محافظة الأسكندرية على إيميل برنامج النهاردة قصة إحدى الأمهات اللي توفي 5 من أبنائها، ورغبة هذا الشاب في أنه يساعد الأم المكلومة في ذهابها للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة. فريق البرنامج تلقى الرسالة ووضعها على جروب صحبة خير، وفي خلال دقائق تم تجميع المبلغ المطلوب لذهابها للعمرة، وكانت البداية. اسمي أحمد محمد عبد الناصر دباح، سن 28 سنة. احنا هنا هو في واحدة جارتنا اسمها الحاجة أم شكري. الست دي مسمينا عندنا في المنطقة أم الصابرين. أحمد ابني كتب على النت، فجاء في يوم كان في الشغل وقال لي يا ماما أنا كلمت البرنامج الأستاذة دعاء. فرحت، قلت له والله بجد يا أحمد، طب معقولة هيرضوا؟ معقولة ان هم هيقبلوها؟ قال لي ان شاء الله ان شاء الله، والله احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. هي الست دي ربتهم وتعبت، وبعدين مات منها اول واحد وصبرت، وبعدين مات منها تاني واحد وصبرت، وتالت واحد وصبرت، وبعدين الرابع وبرضك صبرة، مات الخامس اتدمرت خالص. فيعني الواحد سمع بيها. انا عن نفسي نفسيتي تعبت، مش هي يعني كتر خيرها، ويا بخت اللي تدعي له، يا بخت اللي تدعي له دعوه مستجابه ان شاء الله. الست دي جوزها توفى وقعدت تربيهم وتضحي من اجلهم. انا كان نفسي من زمان والله، من اول 2006 من اول ما الربع توفى كان نفسي ان انا اطلعها عمره، بس ما كنتش معايا المقدره ان انا اطلعها عمره، فحاولت بقدر المستطاع ان انا اطلعها، بس ماديا ما قدرتش. فجت ان انا قصه ان انا اكتب القصه في البرنامج، وكنتش متخيل والله. انا كنت بصلي وبدعي ربنا سبحانه عز وجل ان ربنا يتقبل. يوم الجمعه يوم الخميس زي النهارده، قلت له يا احمد خلاص ما دام ما ردوش يبقى مش هياخدوها. وبعدين بصينا تاني يوم، يوم الجمعه، يعني هو كلام كان يوم الخميس، يوم الجمعة قبل الظهر لقينا البرنامج اتصل بينا، والأستاذة دعاء كلمتني الله ينصرها ويسعدها ويديها الصحة يا رب ويسترها دنيا وآخرة، راحت فرحتني بالخبر. بس فروحت قلت لها والله فرحتي إن هي رايحة، الواحد مش عارف أنزل من البلكونة ولا أنزل من السلم، بقيت فرحانة بيها. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين انها هي طلعت من الامهات المثاليه. هي مش ام مثاليه، ده ام مثاليه لمصر، ام مثاليه في كل حاجه، الحنان والطيبه. عمرنا ما شفناها مثلا بتعلي صوتها على حد، ولا بتتجاوز على اي حد في كلمه، ما تقولش غير يا حبيبي يا ابني، والدعوات الجميله كلها بنسمعها منها. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين ان ربنا وفقنا
وبسبب ربنا سبحانه عز وجل والبرنامج. وإن شاء الله ربنا يقدركم على فعل الخير ويسعدكم ويبارك فيكم ولا يحكمش الحد إن شاء الله. أخواتي ربنا افتقرهم، يمكن الحاجة قاست كتير جدا مع بعد وفاة أختي اللي كان عندها القلب وكانت متجوزة واتطلقت. اتصدمت لما أخويا الكبير اتوفى، كان قاعد معانا وروح وجانا الخبر كان يوم الصبح بدري. بعد وفاة شكري هي صدمة كبيرة علينا كلنا، لأن واحد متكلم مع عياله ومتكلم يعني ونازل من بيته، فجالنا الخبر كانت صدمة كبيرة. ومن ساعتها وهي تعبانة، لا ملهاش مزاج لأي حاجة، وتقولك كتمة في صدري مكتومة ومش قادرة تاخد نفسها، وكان هو طالب من أي حد يعمل له عمرة. برضو الصدمة الكبيرة بقى اللي أثرت عليها من كل النواحي، إن أخويا اللي كان قاعد في المنصورة كان قبل منها معانا، بعد منها اتصل بيها بالتليفون سلم عليها، هزر معاها كتير، هزر معانا كلنا بالتليفون. اتفاجئنا يوم الجمعة ان هو كان يوم جمعة ان هو اتوفى، ربنا افتكره. من بعد منها يعني ملهاش اي حاجة، لا لها نفس تاكل ولا تتكلم ولا تهزر زي الاول. ما كنا بنحاول ان احنا نخرجها عن اللي هي كانت فيه، يعني كان امنيتها ومنعنا انها تطلع عمرة عشان خاطر المرحوم، لأنه هو اللي كان في وصيته نفسه أنه كان يطلع عمره، وكان كاتب في الوصية يا إما أنا يا إما أختي يا إما حد من أولاده أنه هو يطلع. فربنا كرم بيكم وبالناس اللي بعتهم، اشكروا جيراننا أنهم بعتوا ليكم، وأنتوا ربنا يكرمكم وجزاكم الله كل خير أن أنتوا حققتوا الأمنية اللي هي كانت نفسها فيها أنها تطلع. كان معايا 7، راح في الشهدوه 5 منهم، 3 رجالة وصبيتين. خدت بال حضرتك الأخران ده نازل السلم وطالع نازل ما بهوش أي حاجة. مسافة ما نازل السلم جارة شافته موقع في الأرض، كانت هي الوقعة، كان مخلص فيها جدعان. إمتى ده؟ من إمة 3 شهور بالظبط. فمن يوميها بقى بعد عنك عشان لما حد يشوف النار اللي انا فيها مكتومه، ويجي عليا الليل عاوز اصرخ واجري في الشارع. بس يعني الحمد لله لا كفرت ولا اتكلمت ربع كلمه، عشان هو في الوصيه بتاعته قايل كده، قايل اللي عاوز صوات ولا عاوز عياط ولا عيط اي حاجه. بل اللي كان نفسي فيه عمره يا اختي تعملها لي يا اخويا يا ابني. فأنا قلت الأم موجودة هي اللي بتبقى كمان أحن من الأخت من الأخ. فهم واحد مات من الأولاني 27 سنة، لا اتجوز ولا خطب، واللي مات التاني الكبير سايب لي بيت وأنا اللي جايبة كل شيء لها، حتى أجيب لسه ورا مني أنتريه ومرتبة اللي هو الأسفين جدي، أما جايبة لها كفة شيء يكون من طقومه، من دربيه، من ادوات المطبخ كلها، بدل حاجه جايبها لها 2. وربك هو اللي كان عالم كان الواحد بيعملها ازاي. كنت بحشها من قوتي عشان اخش لها جمعيه واعملها لها، عشان كان هو كان رزقه شويه في الدنيا قوي، كان رزقه بالنقطه بالقطاره ولا ايه. فعشان كده قمت انا بيها بقى، وهي ذاتها تقول للبيت، تقول لي انتوا اهلي، انتوا اللي مفروض عليكم انتوا اللي تعملوا لي. قلت لها عينيا الاثنين يا بنت، والله العظيم يا ابني وحياه ربنا، لحد ما اتخرجت بقت محاميه والحمد لله خلصت. فهم بنت كان عندها القلب، كانت كنت ما تحبل يقول لا لازم ننزلوا العيل ديت ايه الصغيره. الكبيرة بعد عنك الضغط ارتفع
كان هو ارتفاع ضغط جامد. وابو البيت اللي بحكي لك عنه ده كانت عضلة القلب ضعفت بقى، ما بقناش عارفين نعمل ايه، نركب دعامة مش عارفة ايه، نسأل نصيبها بقى على ربنا لحد ما ربنا خد حقه. اشكركم على المجهود اللي انتوا عملتوه، وعايز اتكلم حضرتك. اهلا، ازيك يا استاذه دعاء؟ اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي، شكرا، الف شكر من حضرتك. العفو يا حبيبتي. والله نعم نعم، انا عايزه اقول ان انا لما اتصلت بيك وبابنك علشان نفهم منكم الحكايه، وانتوا اللي بعتوا طبعا القصه على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، لما كلمتوا كده وقلت لكم ان احنا صحبه خير هنطلعها عمره معانا. انتوا اتبسطتوا جدا، وانت قعدتي تعيطي كان فرحتك كان انت اللي طالعه العمره. والله طيب انا بقى النهارده عايزه افرحك زي ما انا حسيت بفرحتك دي للست جارتك. فحبينا ان احنا نرد لك الجميل اللي انت عملتيه فيها، واحنا برضو صحبك خير ان شاء الله هنطلعك انت كمان العمره. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يسعدك، ربنا يبارك لك في ولادك يا رب. والله لا والله بجد بجد، لا والله لا والله لا والله بجد 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 والله ربنا يبارك فيك. مبروك يا حبيبه قلبي. الله يخليك، الله يخليك، شكرا يا حبيبه قلبي. انا عفوا يا حبيبتي، انتوا بقى الاثنين انت وجارتك صاحبتك تطلعوا انتوا ان شاء الله الاثنين مع بعض. شكرا والله، شكرا يا حبيبتي. حبيبتي يا حبيبتي سلمي عليهم وباركي لهم كمان. قولي لي انت عندك باسبور؟ عندي. عندي. طب الحمد لله. وانت حضرتك هتكوني معانا؟ ان شاء الله نطلع مع بعض كلنا العمره يا رب كده. المفاجاه الثالثه دي بقى. طيب ان شاء الله، احلى مفاجاه والله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي. الله يسعدك. مبروك يا حبيبتي. الله يسترك، يسترك دنيا واخره يا رب. مبروك يا ماما. حبيبة قلبي، حبيبتي، حبيب قلبي، مبروك 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 عليا وعليك يا حبيبتي، مبروك عليا وعليكي يا رب. الله يبارك لي، الله يبارك فيك. الحمد لله، الحمد لله، صح. بقول لك صح، ربنا مع الصابرين بجد. الحمد لله والله، الحمد لله. وحيي بقلبك يا رب، يا رب ان شاء الله يا رب العالمين، يا رب هتدخل يا رب الصبر يا رب العالمين يا حبيبتي، يا رب يا حبيبة قلبي.
مشاهدينا عايزة أفكركم بحالة صحبة خير طلعوا طبعا معنا في البرنامج، وكانت القصة إن في شاب اللي هو بعد كده عرفناه اللي هو أحمد بعت لواحدة جارته، مامته قالت له ابعت لجارتنا اللي هي اسمها الحاجة نبوية علشان تدخل معنا في العمرة يعني. وكنا خلاص خلصنا الأم المثالية سبحان الله، ف وكان بيبعت على طول وكتير على أساس إن هي ليها قصة إنه في خمسة من أولادها اتوفوا ورا بعض رجالة يعني كبار، وإن هي نفسيتها تعبانة ونفسها إن هي تطلع عمرة. بعد كده سبحان الله صحبة خير جمعنا والحمد لله طلعنا الحاجة النبوية، وكمان فرحنا قلب الحاجة شادية اللي هي كانت سبب في عمرة الحاجة النبوية وطلعت معاها. وبعد كده بقى أحمد وأخته فاطمة اللي هم ولاد الحاجة شادية هم قرروا يطلعوا مع أمهم ومع جارتهم الحاجة النبوية عشان يبقوا معاهم ويخدموهم. ربنا يكرمكم، ألف مبروك يا حبيبتي. طبعا ألف مبروك على العمر. مش عارفة أشكر حضركم قد إيه، والله العظيم بدلكم من كل قلب. ربنا يكرمك، اتبسطتي بقى في العمر؟ بدلكم يعني مش عارفة أقول إيه حضرتك، يعني من كثر فرحتي باللي أنا شفته ده يعني مش قادرة أعبر، والله من عارفة أعبر أقول لحضرتكم إيه. بدلكم من كل قلب. الحمد لله لكم، يعني مش عارفة أقول لحضرتك عدد الرمل في الدنيا كلها. قولي لي لما روحتي الكعبة وشفتي الكعبة وجيتي هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وشفتي يعني ارتحتي كده، قلبك برد شوية على ولادك ودعيت لهم؟ دعيت لهم ياما قوي، وخاصة شكر اللي كان لسه متوفى له 3 شهور ده، قعدت أدعيله عشان كان كاتب في الوصية كان نفسه في عمره، اللي نفسه في عمره يا ماما ما حصلوش نصيب مني ورا بنت ابني اللي هي اللي خلصت الكلية دي مخطوبه، وانا اللي بساعد معاه في كل حاجه، ما فيش حد خالص اي حاجه. كان بقى اللي توفى ده كان قال لي يا ماما برضه انا معاكي واسند معاكي، فجي ربنا اختاره يعني نزل السلم ما فيهوش اي حاجه ولا عيان ولا بيجنس حاجه، جايب كل شيء لبيته، والبنت بقعد يبوس فيها وطبطب عليها، دي ثالثه ثانوي خدت بال حضرتك. فالبنت من ساعتها برضه نفسيتها تعبانه ومودية يعني دروس كتير قوي، فبتقول لي انا هروح الدروس كلها اللي بابا قال عليها تيتا، ومش هعمل اي كلمه من اللي بابا قال عليها تيتا. كان نفسي اقول له تشوفها دكتوره يا ابني، يقول لي يا رب يا ماما يا رب اشوف بنت دكتوره يا ماما. يا رب ان شاء الله ربنا يكرمك فيها ويرحمهم كلهم، وده عمره يا رب. الله يرحمه. جايب كل حاجه، كل حاجه جايبها البيت، ونزلت اخر مره دي عشان في شغلانه بيشتغل فيها، الجاره شافته وقع في الارض قالت له تعال شوف، قالت لها ازاي ده لسه نازل من عندي مكلم البيت وحاضن بنته وقعد يبص فيها، ازاي بتقولي لي كده؟ جابوا له دكتورين، بدا الواحد ما صدقوش اول واحد، راحوا جايبين دكتور تاني علشان خاطر جايب كل حاجه في البيت، هو اللي حط كل حاجه في الثلاجه. ده عمر قدر بقى، كانت مفاجاه بقى بعيد عنك، ان شاء الله ما اكتبها على حد، ان شاء الله يا رب ما حد يشوفها الساعه اللي احنا شفناها، والله بديها كل دقيقه، ما فيش مخلوق يشوف الصدمه اللي انا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا بنت، يا رب يكرمكم يا رب العالمين، يكرمكم في شر المرض يا رب. لكن هنا انت دعيتي له ودعيتي لاولادك كلهم، ارتحتي، العمره فرقت معاكي؟ الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ما حاجه دي ان شاء الله يبارك لي فيك يا حبيبتي. الحمد لله وربنا يديك الصحه. وانا من ساعه ما شفت حضرتك والله وانا ربنا عالم، هو ارتحت لحضرتك. ربنا يكرمك يا حبيبي. والله والله العظيم كان بنت من بناته شفتها قدام مني. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا حبيبي. حاجة شادية اهلا بيك. الله يخليك. الله يخليك. مبروك العمر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. والله عمره جميله جدا، وربنا يبارك فيكم كلكم، وكل اللي ساهم في تمن العمرة ربنا يبارك فيه ويزيده من خير إن شاء الله. والأستاذ خالد ربنا يبارك فيه يا رب ويديله الصحة، وأنتي ربنا يبارك فيك ويديك الصحة يا رب ويخلي لك ولادك. لا والله عمرة جميلة، والله جميلة، وانبسطنا
والله والله كانت جميله بيك يا حبيبتي. دعيتي ايه فمش اول مره شفتي فيها الكعب؟ دعيت للبنات. واحمد ابنك؟ لا البنات بس. ولا هو بقى يدعي لنفسه هو معاك؟ ما هو يدعي لنفسه. طيب احمد مبسوط في العمره؟ الحمد لله رب العالمين. اول حاجه ان انا مبسوط معايا الحاجه النبويه وحلم اتحقق من احلامي ومعايا والدتي. يعني انت عملتي لي يعني حلمين عمري ما كنت اتخيلهم والحمد لله رب العالمين. يعني مش عارف الواحد يعبر يقول لكم ايه. والله احب اشكر الاعداد بتاع البرنامج بصراحه، يعني فريق محترم وصراحه يعني كان مريحنا على اكمل وجه. الحمد لله رب العالمين، ربنا يخليكم يا رب. وفاطمه انت بقى كنت محوشه وقررتي ان انت خلاص الفلوس اللي انت حوشتيها دي هتطلعي بيها العمره معايا ان شاء الله. وطلعتي الحمد لله. الحمد لله وفرحت جدا جدا. الحمد لله. ما زعلتيش بقى انك فكيتي لتحويشه العمر؟ لا. يلا استاهل احمد. انت واحمد والحاجه النبويه وماما طبعا. مبسوطين مع بعض كلكم؟ اكيد طبعا والله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ودعيتي بقى يعني ماما دعت لكم، انت بقى دعيتي لمين؟ لنفسي. اول ما شفتي العمر الكعبه وانت في العمره؟ لنفسي. ربنا يتقبل كل الدعاء حبيبتي. امين يا رب. وام محمد جميل يا رب. الله يخليك. احنا مبسوطين انكم موجودين معانا النهارده حضرتك معانا، وربنا يبارك فيكم يا رب ودايما في النجاح، دايما ربنا يجبركم يا رب وينجحكم دايما ان شاء الله مشيئه الله كده. ان شاء الله مشيئه الله، ان شاء الله صحبه خير مع بعض ان شاء الله مشيئه الله. كل من دفع في العمره ربنا يبارك فيه ويزيده خير يا رب. بشكركم وبشكر طبعا كل صحبه خير وكل اللي ساهموا ان هم يفرحوا قلبكم قلب العيله دي. ونحب طبعا في الفرصه دي ان احنا نقول ان كل انسان يقدر يفرح قلب حد ما يبخلش ابدا، لما بيطلع وبيدي هو بيفرح اكتر من اللي اخد كمان. فالواحد ما يعيش لنفسه ولولاده وبس، لا لازم يوسع الدايره بتاعته وكمان يدخل فيها اللي حواليه كلهم ويفرح قلبهم، وربنا يفرح قلوبكم وقلوبنا يا رب ان شاء الله. يا احلى بالاحلام فين الجزيك فين؟ فين الجزيك فين؟ مكه يا نور العين يا اول الحرمين، منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين. خير لو لي جناح الطير جيتك بغمضة عين، جيتك بغمضة عين. يلي هواكي غير واللحظة فيك خير لو لي جناح الطير جيتك بغمضة عين، جيتك بغمضة عين. مكة يا نور العين يا أول الحرمين، منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين. جيتك بغمضة عين. مكة يا نور العين يا أول الحرمين، منك يا مهوى الروح في الدنيا ما في اثنين.
شوفتها قرة عين، شوفتها قرة عين، زمزم ويا محلا الله عليها الله، والكعبة بيت الله. شوفتها قرة عين، شوفتها قرة عين، مكة يا نور الحرمين، منك يا ما هو الروح في الدنيا ما في اثنين.